مهم تكون مسيحي؟ برأيك ليش الإنسان بيصلي؟ أنا بالنسبة لألي الصلاة هو بالنسبة لألي أول شيء الرحمة. إذا أنا بقعد بلقط المسبحة فقط وبصلي وبلاقي واحد بوشي عايز شيء وبقول له الله يعطيك وبضل عم صلي، الله ما بده ياني هيك. أنا ليش لقاء صلاة ما بيجذب شبيبي ما بيجوا عليه؟ إذا الصلاة كانت كتير عم بتخوف الشخص، يمكن خبراتهم السابقة خلتهم إنه ياخدوا قرارات إنه ما يجوا. في أمور كتير مشتغل عليها كل العمر، يمكن توصل لآخر عمرك ما تكون مسيحي مثل ما هو لازم. شو بيميز الصلاة المسيحية عن غيرها؟ إن هي صلاة لإله صورته ميزة، فيها شيء مميز إنه هو بي. مهم تكون مسيحي؟ للأب رمزي جريج على سات 7 في الأوقات التالية.